انا بيك حما وينك صاحبي بس عليك كان سيء وصلت للهند ما قلت لي طمني يعني طمن فيك يا اخوي ايش بتحكي لك من هي اليمين ومن ريق في الهند هذه يا اخوي عندهم زيني عشق ولا يعني اخوي مش نقابل في وحايده توني وانا كن ركحت حاي جوجل ما تعرف اي شيء يا صاحبي جيت اي برا برا نحكيهم بعد برا نمستي عليك عايش عايش اختي كيف قلتي لكم؟ قولوا لنا احكي بالعربي ست شهور كمان وانا فيك بالعربي طب تحكي لي بهي طو نهار انا فرحانة بك برشا برشا ما ثورتك شو تجي يا بنتي شقيت برور وبحور ما تعرف حتى المطارات مسكرة لو بيجي ما تعرف عباد تحرق لإيطاليا والمانيا وانا قاعد نحرق للهند على خاطري هذاك على خاطري انا قدكش رومانتيك يا بنتي ما عندك ماريا لو باش نهزك تونس باش نعيشي كاميرا في بيتي زوجي جا باش تبدل حياتي باش تولي كيما افلام السينما يا بنتي كيما الافلام الهندويه بالضبط راني باش نهبلك رومانسيه شارو خان في راسي انا غير ما نزوج هيا تفرج شنو جبت لك تفرج ما تشوف شو مش هكا يا استاذ كحله راه غير على الماء في البحر وكهوا حطيتهم باش ما يتبنوش لا مش هذوما غاليين عليك شوالا ما يغلى عليك شيء بيبي يلبس لبسي ما يقول ما يدري يقول اسبوع يا باشا اليوم نقوم ندير ب 5000 فرنك يلبس لبسي بومن بومن تي ما طلبك يا هي بومن تي بومن تي كي تيجي تزامول حاجة كبيرة يعني شنو رايك نعطيو شحال اللي حصل في مونتي يا بنتي يا مونتفير نبيعو فيه في التليفونات عندنا ما نعديو فيه شهر العسل ولا نتاعك هذا بنتي باش نعديو شهر العسل في جوا في سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد هذي نتاع ريفوليوشن اي اي هذيك هي 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 بيبي عندي تقول لي عندكم بلاي سخريين فين القص بلاي سخريين بيب عندكم بلاي سخريين في تونس اي انا سيدي حسين ايش معناها سيدي حسين سيدي حسين يعني مسيو حسين عندنا حي الترام مش معناها مش معناها مش معناها سيتي دو سيليداريتي لا عندنا جبل لحم مونتاني روج عندنا جبل لحم